السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيراكم أولادي؟ كيراكم أخوتي أخواتي؟ هاد النهار ديال القرقاح، علاش؟ لأن صدقت الله يقبلها عند الله سبحانه وتعالى. ولكن اليوم قررت باش ندير نخليت أنا شوية، وباقي عندنا تبارك الله هاني كنقي فيه. ها هو بالك مع الشمس ما غيبانش ليكم. ها كنقي فيها ولادي، فوالا كنهرسو بهذا، كنهرسو بهذا الساروت وكنعاون. هانا راني باديه، فوالا كاين هذا مع الشمس ما حاش غيبان ليكم. ها هذا نهار القرقاع، وحنا عندنا هنا في لابلجيك القرقاع بلدي، خاطر علاش؟ كانت الوالده الله يرحمها هادي شي 6 سنين جات لهنا ودارت الكراتن، ودارت شي 12 ولا 13 كيلو للمغرب، ومشيت من وراها هي صدقات وبسبب الله، واللي دارت به الحلوى دارته الله يرحمها. وقالوا لها هذا القرقاع البلدي، قالوا لها حنا عندنا هنا في المغرب القرقاع الرومي. والله اعلم، انا كنقول داكشي اللي سمعت من عند الوالده ديالي الله يرحمها. الور من تما دروك انا ملي كيجي القرقاع كيغلبني، ما نكذبش عليكم. عندنا شجر في الجردة ديال الدار وفي الجردة اللي بوحدها. الور انا اليوم قررت، قلت والله حتى نهرسو. هاه راني جمعت تبارك الله خير يا سيدي ربي. ها شي كيلو، ها شي كيلو ولا اكثر، المهم شي كيلو ولا اكثر. ها انتم احبابي، وهاد الخش ديالو كي تقولوا انتم ما نعرف، غندير عليه ان شاء الله عشيه باربيكيو. دهرات عندنا الشميشه والحمد لله يا سيدي ربي، شويه بصح عندنا الشوفاج في الدار. الور قلت انا ندير هذا لتحت، خاطر بكري كان عندي الشوفاج ديال الحطب، كنا نديرو القرقاع هكا اونتي، نديرو القرقاع بحال هكا نشعلو به النار، فهمتوا اخوتي؟ فوالا ها هو غندير القرقاع نتاعي، وراه مزيان مزيان مزيان، سيرتو مالين السكر، ومزيان الماسك نتاع البنيات ونتاع النساء بحالي اللي راهم شارفات، فوالا باش ما يبانش الشرف في وجههم، راه مزيان. ومازال ان شاء الله غندير لكم واحد الماسك منو مليح، من داك كي تقولوا ها نتوما 100% مزيان. وها نتوما وليداتي، ها هي ها الكرتونه الاولى، ها الكرتونه الثانيه، ها الكرتونه هذه اللي بدينا بها، ها هي حنا كنهرسو فيه وكننقيو فيه. وها نتوما معانا احبابي، وشوفوا وهذا غنشعل به النار باش ندير باربيكيو عشيه ان شاء الله. ها هو غنشعل به النار نديره هو من تحت، نعمر داك باربيكيو وندير فوق منه شويه الفاخر ونشوي مع راسي، والحمد لله هذا نهار القرقاع. ها هو ولو كنوريكم يا خوتي يا خواتاتي، كنوريكم شحال عندي في الجرده من كرتونه غتستعجبوا. صدقنا في سبيل الله، عطينا في سبيل الله، ولكن على الاخر خممت كيفاه انا كنصدق القرقاع وانا كنشريه. مشي نشري خنيشه غير صغيره نشريها بدو اورو ولا 3 اورو، قلت والله حتى ندير حتى انا النفس ونهرسو ونحط شويه هكا في الدار، ندير به شويه الحلوى. ما نعرفش نكذب عليكم، ما كنعرفش ندير الحلوى، ما نعرفش ندير الكاطو، بصح لي ماسك كنعرف، لي ماسك للوجه هذا هكا عصير كلش. وهذا مكان اخوتي يا خواتاتي، تبعوا معايا، هذا نهار القرقاع، فهموا مزيان، هذا نهار القرقاع. ها ها حنا كنقيو فيه، كنهرسو كنقيو فيه، نعطوه نهارو. وهذا ما نقول لكم بارك عواش لكم، الله يهزل لنا هذا الوباء، والله يخلينا وليداتنا من اوكرانيا على خير وبخير، والله يطول عمر سيدنا، والله يجعل يحفظ لنا ربي الوطن ديالنا، وعليك يا سيدي ربي، ونكونوا كلنا، والله يجعل ربي يحلنا هاد الحدود ويحيد علينا هاد الوباء باش ندخلوا لبلادنا. توحشنا الحباب، وتوحشنا الصحاب، وتوحشنا بلادنا، رحنا عيينا عيينا والله، غير البكية عندي في الدموع ديالي، عيينا ولادي والله حتى عيينا عيينا. تحشرنا هنا كلشي مسدود، كلشي ولا دير الماسك، دير هذيك كي تقولوا لها نتوما، ما فهمتش كيفاش كتقولوا لها الكمامه،
دير الباكسة الثالثة سين ودخل لبلادك، ما تديرهاش ما تدخلش لبلادك. ولا غير توحشنا وملينا، والله راه بانت لينا شوية الشمس، هادي غير الشياطة ديال الشمس اللي كتجي من لافريك. أنا نقولها لكم وربي كبير، نقولها لكم أولادي، وهذا مكان، ويخليكم على خير وبخير، والله يرضى عليكم، والله يرحم والديكم، ونبارك عواشركم، تعاوشروا وتعاودوا إن شاء الله بالصحة وطول العمر. اللي ميت الله يرحمه، واللي حي الله يخليهم ليكم، والله يخليكم وليداتكم ووالديكم، وتبقوا على خير أخوتي، ونبارك عواشركم.